يسعد أوقاتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حياة صحية. حلقتنا لليوم رح نتابع البحث بمواضيع تهتم بالمحافظة على صحتكم وسلامتكم خلال الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. يرافقنا المشوار اليوم اختصاصيين بالطب والتغذية، طبعا لنحاول الإجابة على كل ما يدور بأذهانكم عن صحة الفم والأسنان في شهر رمضان المبارك، وكذلك مخاطر الجفاف ونقص السوائل. تفاصيل كل هذه المواضيع بعد الفاصل. مشاهدينا، تتأثر صحة الفم والأسنان عند الصيام بشكل كبير، ولعل أهم مشكلات الفم التي تحدث في شهر رمضان هي انبعاث الرائحة الكريهة من الفم، بالإضافة إلى المشكلات التي يخلفها جفاف الفم لساعات طويلة. كيف نحافظ على صحة الفم والأسنان في رمضان؟ هذا ما سنتعرف إليه من الدكتور حسين عبد الكريم، وهو الاختصاصي بطب الأسنان. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم دكتور. رمضان كريم علينا عليكم، إن شاء الله رب العالمين بيعيد علينا وعلى سوريا وعلى كل الناس بالخير والسعادة، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، برنامجكم الجميل والمفيد للكل. اهلا وسهلا فيك دكتور. احنا عم نحكي عن عضو ايضا يعني كسائر اعضاء الجسم بيتاثر بشهر رمضان الكريم اكيد من خلال الصيام والساعات الطويله دون تناول الطعام او حتى الشراب. خلينا نحكي عن تاثير شهر رمضان او الصيام بشكل عام على صحه الفم والاسنان. هل في تاثيرات مباشره وتاثيرات غير مباشره بالنسبه للصيام على صحه الفم والاسنان؟ التأثير المباشر والأساسي للصيام هو انقطاع السوائل عن أو الترطيب عن الحجرة الفموية لمدة طويلة. تمام. يعني عمليا نحن عندنا حوالي 12 ل 14 ساعة تقريبا ما في أي سوائل عم تدخل على الحفرة الفموية. تمام. وبالتالي والتنفس عم يصير كمان، وفي هواء طالع فايت، وبصير في عندنا جفاف بالحفرة الفموية. هذا الجفاف بده يرفع أول شيء نسبة الحموضة بالتم، وبالتالي ممكن تزيد مثلا مشاكل النفور. الشغلة الثانية انه رائحة الفم كانت تظهر عندنا بنفس نتيجة جفاف الفم لفترة طويلة. يعني نحن إذا أردنا الحديث عن رائحة الفم الغير مستحبة للشخص وخاصة للصائم بشهر رمضان، هل هو يعد مرض؟ يعني هي انذار لمرض معين؟ رائحة الفم الكريهة هي تعتبر حالة غير صحية تماما. عرفتي كيف؟ سواء كان للصائم أو لغير الصائم. بس هلا بنحب فترة الصيام نحن قادرين انه نحن نوقي حالنا من هذا الموضوع، عن طريق اول شيء نحن بنحاول نخفف السكريات، مثلا كتناول السكريات بنحاول خلال فترة من الافطار للسحور، مثلا نحن نزيد كميات سوائل المشربة على دفعات متقطعة بشكل دائم، انه تكون الحفرة الفموية مرطبة. العناية بالحجرة الفموية خلال فترة الصيام كمان، سواء بالتفريز، سواء بالمضمضة، سواء بالنوعية الغذاء اللي عم نستهلكها، كله هذا بده يلعب دور معنا. تمام، يعني هي بعض الإجراءات اللي ممكن الشخص يتخذها أثناء الصيام. تمام. حتى فعلا يوقي أو يخفف يمكن من هي المشكلة، وهي مزعجة جدا للأشخاص. أكيد. هي مزعجة للأشخاص المقابلين أكثر ما هو للشخص نفسه. تماما، بدون ما من دون ما يشعر يعني. دكتور، أحيانا بحالة جفاف الفم يعني في كثير أشخاص يعني بأوقات الصيام بصير عندهم تجفاف بالفم وبيحسوا بعطش شديد أو حتى يعني بنشفان بالفم، هل هذا الشيء يوعز لوجود مرض سكري أم أنه طبيعة بالشخص؟ هلا بطبيعة الحال فترة الصيام هاي حالة طبيعية، لأنه هو عنده 14 ساعة ما في عندنا ترطيب نحن بالنسبة للفم. أما بالحالات غير حالة الصيام فهو ممكن يكون دليل على أمراض تانية. جفاف الفم غالبا بيكون مترافق مع مرض سكري. طيب، شو العلاقة بين تجفاف الفم بهالطريقة هي ويعني وجود علامات لمرض السكري؟ هلا هي دليل، يعني مثل نحن مثلا بنجي لعند الطبيب بنقول له انه نحن عندنا سعلة. طب السعلة ممكن تكون عنده التهاب قصبات، ممكن يكون عنده تحسس، ممكن يكون عنده قريب، ممكن يكون عنده اي شغله، بس تمام. هي عرض من عدة اعراض. تمام. هون احنا بدنا نجي نشوف جفاف الفم مع شو مترافق، مع تحاليل معينه بنحدد وقتها شو الاجراء اللي لازم نتبعه نحن،
او شو المرض اللي بدنا نتوجه في اتجاهه، سواء سكري او غيره. تمام دكتور، يعني بعض الاشخاص وخاصه خلال الصيام يعني بيتعرضوا لاوجاع كبيره بالاسنان، يمكن من خلال النخور او حتى خراجات، فهون بيأجلوا شوي الاعمال الجراحيه او حتى يمكن المعالجات لنهايه شهر رمضان مشان ما يكون في يعني قابل للافطار. هون الأشخاص بهي الحالة كيف ممكن يخففوا من الأوجاع أو في يعني هيك شوي ولو بعض الشيء من الألم؟ هلا موضوع انه هو شغل الاسنان انه بفطر او ما بفطر، موضوع هو جدلي طبعا، مو الكل بيقول انه هو شيء مفطر انه بدنا تمام نشتغل الاسنان. بالنهايه نحن لا عم نعطي مغذيات لا عم نعطي مواد انه تنزل على المعده او شيء. عمليا ممكن يحتاج انه يمضمض بالمي اثناء عمليه شغل الاسنان، وبالتالي هو يعتبر حاله كما عمليه وضوء، هو مضمض تمه ووسخ، يعني ما في ما في انه شيء مؤثر على انه عمليه انه يفطر. وبالنسبه للابره التقديريه، هي لانها ابره مغذي او فيتامين او مواد سكريه او اي شيء، هي عباره عن مسكن الام، يعني مثل ابره. فرضا هو مريض ولنفرض واضطر انه بده ياخذ ابره مسكن مثلا، ما بياخذها؟ طب دكتور، احيانا يعني بيضطر المريض ياخذ حبوب للالتهاب خاصه ان كان وجود لا، خراجات او حتى التهابات هون رجعنا هون. على الفكره نفسها، انه في حال عنده كان خراج، يا اما بده يضطر ياخذ ادويه لحتى يسكن الم، يا اما بده يعالجه. تماما فاذا فتح السن وعالجه، مخاطر انه يفطر اقل من انه يكون هو بده ياخذ ادويه. بده ياخذ ادويه بده يستمر كل ساعتين، يضطر ياخذ مثلا حبه، او انه كل 8 ساعات. يعني هي صار هون عنده الافطار اجباري. تماما يعني هون فعمليا لصحته الافضل وسلامته. الافضل الافضل له انه يعالج. وإذا ما أنه مقتنع بالعلاج خلال فترة الصيام، في عنده مثلا أطباء ممكن يفتحوا مثلا بعد الإفطار فيه يشتغل تماما. سنه. فعمليا طيب ما له مبرر بالتأجيل إلا الإهمال هو. تماما دكتور، احيانا بتلاحظ انه عند بعض الاشخاص نزوفات للسيه بشكل غير مباشر او حتى يمكن ما كثير بيحسوا فيها، بيتفاجئوا بكميه من الدم موجود بالفم، هذا الشيء ليش لشو بيرجع؟ شو تفاصيل هاي هذا الشيء بيرجع الحالات؟ لالتهاب للسي وقلة عناية فموية. كيف يعني؟ فصلنا اكثر. هلا التهابات اللسي لحتى تنزف بده يكون في عندنا احتقام فيها، بده يكون في عندنا التهاب سبب الاحتقان هذا، وبالتالي المفروض انه يتعالج. هلا احيانا ممكن يكون علاجه تدليك، ممكن يكون علاجه طريقة تفريش صحيحة، ممكن يكون علاجه عن طريق مضمضة ومعاجين، ممكن يكون علاجه مثلا بحبوب دوائية لفترة بسيطة. ممكن احيانا نضطر نحن نتداخل عليه صار لسه اذا في عندنا تراكم للجير او تمام، عملية للبلاك تقليح او يعني. للبلاك، نعمل تقليح ونعالج السبب. وقتها بدنا نراقب مثلا احنا لمده اسبوع، اذا كان استمرت المشكله نرجع نشيك احنا على السبب. ما استمرت المشكله وغالبا 90% من الحالات احنا ما راح تضل عندنا مشكله النزف. تمام. طب بتلاحظ دكتور انه في يمكن من طريقة الاهمال لمعالجة اللثة عند الاشخاص تراجع للثة بشكل هلا كثير اغلب كبير، الناس عم يسوق، وخاصة السيدات بيعانوا من الابتسامة اللثوية، هذا الشيء ايضا هو من اهمال اللثة او في وراها امراض اخرى؟ هلا خلينا نحكي موضوع الابتسامه لسوي شيء وموضوع المشاكل لسوي شيء. تمام. موضوع المشاكل اللثويه او تراجع اللثه هو طبعا نتيجه انه اهمال، اهمال انه صار في عندنا التهاب لسه بسيط اول شيء، تراكم عندنا القلح. طبعا في فكره شائعه عند جزء كبير من الناس انه انا اذا بنظف اسناني بخربوا. ما انت عمليا بجوز سنك انت شايفه هلا بتراكم عليه كلس، وباعتقادك انه انت هيك عم تحميه بطبقه الكلس الموجوده عليه، بس عمليا عم تتراجع اللسه، عم يتراجع العظم معه. هون ما عم تتنفس اللسه بنخسر يعني. تمام، بنخسر الاسنان، بصير في حركه بالاسنان بنخسرها حتى لو ما كان فيها تسوس او لو ما كان فيها نخور. تماما. طيب بالنسبة بالنسبه للابتسامه اللثويه، الابتسامه اللثويه طبعا مو ضروري يكون، هلا ممكن تكون احيانا سببها ضخامات لثويه، هاي نتيجه احيانا ممكن مرأة حامل، ممكن بعض المرضى اللي بياخذوا ادويه عصبيه مثلا او انواع معينه من الادويه، ممكن يكون السبب هو انه عنده بروز بالفك
او قصر بالشفه، ممكن تكون الشفه قصيره عندهم بتبين عنده اللثه. طبعا كل حاله من الحالات هذه او كل مسبب للابتسامه النسويه وله طريقه علاجيه معينه. تماما. يعني شو هي أهم الطرق العلاجية هلا لهي المشكلة؟ اهم الطرق العلاجيه من قطع لثه بسيط، لا ممكن نوصل لجراحه فكيه، او ممكن احيانا معالجه تجميليه بالفيلر، اذا او فيلر او بوتوكس، نحاول احنا نعطي شوي طول للشفه او حجم للشفه. تمام. طيب اللي بيتناولوا الحلويات خلال شهر رمضان وبكثرة يعني، وخاصة بعد الإفطار، هون يمكن بيتناسوا أحيانا إنهم يعملوا على تفريش الأسنان أو حتى اللثة. هاي الأطعمة لا سيما إنه بتتخمر للصبح يعني، وخاصة طول النهار ما في شرب سوائل أو هاي، هون قد إيه أضرارها على اللثة أو حتى الأسنان؟ هلا احنا بالنسبة لنا شهر رمضان هو مناسبة، وشعبنا متعود بالمناسبات على موضوع الحلويات، فهي رفيق الدائم بالمناسبات او بالاعياد او اي شيء بخص مظهر جميل عنده. الحلويات هي بشكل عام سواء برمضان او بغير رمضان هي مانا من المأكولات الصحية، مانا من الشيء المستحب انه يكون في استمرارية على اكله. بيزيد اكله بشهر رمضان طبعا ما قلنا لانه هو يعتبر مناسبة، فبالتالي ضروري وجوده بكل بيت وبيزيد استهلاكه. هلا مثل اي غذاء، نحن على فرض اكلنا شو ما اكلنا، المفروض نحن انه ننظف اسناننا، تفريش، تمام. عناية فموية. ما تمت العناية، هي السكريات طبعا هي أسرع من غيرها بالتحلل بالفم، تمام. وبالتالي بتكون وجبة سهلة وخفيفة نضيفة للبلاك أو للويحة الجرثومية الموجودة على الأسنان. وخاصة عند الأطفال يعني، أطفال الأطفال وكبار نفس الشيء، بس الأطفال بيتأثر فيه لأنه أكثر الناس أو أكثر أكبر شريحة هي بتتعاطى هي تماما. الحلويات. طيب في البعض بيقولوا انه الشيبس ايضا، تناول الشيبس هو اخطر من تناول تماما. الحلويات، هلا بالنسبة هذا الشيء صحيح كمان؟ صحيح 100%، الشيبس يعتبر من الأغذية اللصاقة. الحلوية المادة السكرية هي خلال 4 دقائق أو 5 دقائق تحلل بالفم وخالصي، تمام. بينما الشيبس هو عبارة عن مادة لصاقة تسقط بالسن، إذا ما تم تفريشها بتضل هي وجبة مستمرة يعني في استمرارية إن عم تغذي اللويحة الجرثومية باستمرارية. تمام. إذا بدنا نروح على صحة الفم بشكل صحيح وسليم، ونعطي بعض يمكن الإرشادات حتى الناس تعرف أو تتعلم الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان واللثة، في ناس يعني بتهمل أيضا اللثة بشكل غير مباشر، خلينا ناخذ أهم الخطوات اللي لازم نحن نتبعها. هلا بالنسبة لل سواء شهر رمضان أو غير شهر رمضان، نحن بدنا نحكي على نقطة أساسية، الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، تمام. درهم وقاية ودائما خير من قنطار علاج. حماية الأسنان أو تنظيف الأسنان سواء بالفرشاة سواء بالخيط طبعا سواء بالمضامض بالغسولات، كل هذا واجب، تمام. بس أهم شيء عندنا نحن هو الفرشاة وخيط السنة. طب كيف بنختار الفرشاية والمعجون؟ في الفرشاة بنا. مقاسات محددة هلا أو؟ الفرشاة الأسنان موجود منها قياسات طبعا، سوفت ميديوم وهارد أو ناعم متوسط قاسي، حسب طبيعة كل لثة. هلا الأفضل دائما للثة الطبيعية نحن نستخدم الفرشاية الناعمة دائما. معجون الأسنان طبعا ما له الأهمية الأولى بالنسبة لعملية تنظيف الأسنان، أكثر ما هو الأهمية الأولى لنوع الفرشاة وطريقة التفريش. تمام. الأشخاص يمكن اللي بيرغبوا إنه ينظفوا أسنانهم بالخيط دائما بشكل يعني أكثر من الفرشاة، يعني بتلاحظ إنه حتى أو بنكاشات الأسنان بيلجأوا لها، هذا الشيء ضار ولا مفيد ولا ما له أي ضرر؟ هلا بالنسبة للخيط السني هو لا يغني عن الفرشاة، هو وظيفته إنه ينظف فيهن الأسنان فقط لا غير، في حال كان عندي انا اي بقايا طعامية بشيلها من بين الاسنان، اما انه هو وظيفته ينظف اسنان قولا واحدا لا، تمام. المسافات بين السنين هو هذا شغله الخيط السني او نكاش الاسنان. طبعا نكاشات الاسنان نحن لنا تعقيبات دائما عليه او على طريقة استخدامها، مو دائما هي يحبب استخدامها لانه ممكن احيانا هي تكون سبب بتراجع لثة او ظهور فراغات بين الاسنان. بحالات معينة نحن ننصح باستخدامها، طبعا هي ما بصير استخدام النكاشات إلا بناء على استشارة طبيب أسنان. تمام. والغسولات الفموية الغسولات دكتور؟ الفموية
افضل غسول موجود هو الماء والملح، مضمضة بمي وملح كثير منيحة. الغسولات الثانية هي في حال كانت لإجراء علاجي مثلا، لأن حال التهاب لسه عندنا أي شيء، ممكن أو لسه هريمي أو لسه نازفة، بنعطي غسولات فيها مواد دوائية بتساعد على سرعة العلاج من هاي الأمراض. طيب إذا بدنا نروح للعمليات الجراحية اللي بتقوموا فيها، وخاصة يعني للأشخاص اللي بيكون عندهم أمراض دائمة مثل السكري، مثل الضغط، مثل القلب، هون شو الإجراءات اللي بتنصحوا فيها قبل بدء العمل الجراحي وبعد العمل الجراحي، إن كان زراعة أسنان أو حتى يمكن أمراض باللثة؟ هلا اول شغله نحن عندنا سواء سكري ولا قلب ولا ضغط ولا كليه ولا شو ما كان يكون، المفروض نحن نطلب استشاره طبيب مختص، او طبيب اللي عم يراجع عنده هو المريض نفسه. مثلا عنده مريض كليه، نحن المفروض نحن نسال الدكتور اللي عم يتعالج عنده مشان كليته عن شو الادويه المسموح نعطيها، شو البروتوكول اللي نمشي عليه، شو نوع المخدر اللي نعطيه، كل هذا لازم يكون بناء على استشاره، ويفضل دائما تكون خطيه مكتوبه من طبيبه. مريض القلب كمان نفس الشيء، مثلا قد يكون انا عندي اطلاع، ولكن لما بكون اختصاصي عاطي شرحه بشكل نظامي عن حاله المريض لانه هو اخبر فيها، بتعطيني انا توجه اسلم لاني امشي فيها. انا ممكن اعرف انا شو البروتوكول مثلا اللي بدي استخدمه مع مريض القلب، مع مريض الضغط، او مريض مثلا مركب شبكي، امتى ركب شبكي، مريض كانسر عم ياخذ جرعات او ما عم ياخذ جرعات، او بده يبلش او قد ايش صار له مخلص جرعات، كل هذا بده يعطيني انا طبيب مختص. انا بتكون عندي لمحة عامة عن الموضوع، ولكن مو ضروري يكون انا عندي المام بكامل تفاصيله، وخاصة حالته المرضية، بنهاية الحال المرضية بتختلف من مريض لمريض. تمام دكتور، بنلاحظ كثير اشخاص عندهم تصبغات بالاسنان، يعني رغم المحافظه على نظافتهم وتفريشهم بشكل دائم ومستمر، لكن في عندهم صباغ للاسنان، هذا بيرجع لامور معينه ولا كطبيعه شخص؟ هلا بيرجع لأمور بدنا نشوف شو مسببات التصبغات. إذا التصبغات داخلية من أساس الأسنان، ممكن تكون راجعة لنوعية المياه الموجودة بالمنطقة اللي هو ساكن فيها. في عنا مثلا مناطق من سوريا بتلاقي مثلا إنه أسنان الناس فيها لونها بني، أو فيها بقع بنية، هاي بتكون مياه عندهم فيها نسبة فلورايد عالية. مثلا ممكن تلاقي أطفال مثلا من ولادته وتشوفي أسنانه بنية، هاي ممكن تكون الأم بيرجع شيء اخذي ادويه معينه خلال الفتره الجنينيه مسببه تصبغات. ممكن تكون اسنان مثلا تشوف عليها طبقه من الخارج مثلا طبقه مثل السوداء، طب هاي كمان غالبا بتترافق مثلا مع الحديد، اذا بدنا نحكي على اللي بياخذوا حديد. تماما اذا بدنا نحكي نحن عن مسببات خارجيه للتصبغ هذا. مسببات ثانيه التصبغ، طب قهوه، دخان، شاي، متي، كله هاي المشروبات هاي بتعمل تصبغات، وخاصة هلا نوعيات الدخان اللي عم تجي بالفترة الحالية. هلا قبل مثلا في عالم كانت كتير تدخن، بس على التفريش انه ما يظهر عنا نوعيات الدخان وكمية التدخين اللي صارت زيادة. هلا مثلا كان مثلا واحد ممكن نص باكيت للباكيت دخن، تلاقي شباب هلا مثلا عمره 12 عفوا 18 و20 سنة بدخن 3 باكيتات باليوم، كمان هذا ما يعني نوع. زيادة التدخين هي تماما اللي عم تأثر، أو زيادة حتى التدخين كمان نوعية كمان نوعية التدخين. الغذاء، يعني مثلا صار نهاره كلياته قهوة ودخان، بيرجع على البيت مثلا كمان نوعية الغذاء عنده بتكون سيئة، أو ممكن يهمل عناية فموية، كل هذا بده يلعب دور. يعني منروح للأمور التدخين والمشروبات، وأيضا لنوعية الغذاء ممكن أيضا تأثر بهذا تأثر على نوعية، الموضوع. طيب تماما، دكتور، والعناية كمان. تمام دكتور، حتى الأطفال يعني بتلاحظ أنه بعمر صغير وبتلاقي في عندهم تصبغات، أو يعني اللون الأسود مثل السوس يعني على هذا الأسنان، هذا شو بيرجع إذا هو طفل يعني لسه هذا ما كمان لوحة جرثومية موجودة عنده، بس في أنواع من الجراثيم ممكن تصير عندنا تسبب لنا هذا اللون الأسود عنده. هذا الحل عنده لهذا الطفل، إنه بده ينعمل له تنظيف مثل كأنه عم ينعمل تنظيف لأسنان دائم عند طب مريض بيرجع كبير. دكتور نفس لا هلا متى العملية، ما انعمل ويتابع الطفل على التفريش بنحميه لفترة طويلة. هي ضعف ببنية الأسنان ما ولا له، لا؟ لا مو ضعف في بنية الأسنان، هذا مسبب خارجي قولا واحدا، مو من الأساس الأسنان. طيب الأشخاص أيضا في عنا أطفال يعني بتلاقي إنه الأسنان البديلة المؤقتة أيضا تصاب بالنخر، لما بيتم تعويضها أو إبدالها أيضا بيرجع النخر لنفس السن ولا لا؟ ما لها علاقة،
أبدا. النخل الموجود على السن المؤقت ممكن يأثر على بزوغ السن الدائم، ممكن يأثر على خراجات مثلا بالمنطقة أو أي. أما أنه النخل ينتقل من السن المؤقت للسن الدائم قولا واحدا لا. بس إذا ما استمر بالعناية، إذا ما عالج الموضوع وصار عنده عناية فموية على الأسنان الدائمة قولا واحدا بدها تنتخل. يعني تمام. موضوع النخور بيلعب فيه كتير عوامل، موضوع مثلا التنفس الفموي بيلعب دور، مثلا موضوع جفاف الفم او تدفق مع امراض سكري او كذا بيلعب دور، موضوع اذا في عندنا مشاكل او حموضه بالمعده او يصير في عندنا قلس بشكل دائم عم ترجع حموضه على الفم كمان بتلعب دور، اذا مريض عنايته الفمويه سيئه بتلعب دور، ممكن تراكم الاسنان واصطفافها بشكل فايت ببعضه كمان بيلعب دور، لانه ما بيصير في عندنا صعوبه بالوصول لكثير مناطق احنا بالفرشاه او بالتنظيف. طيب دكتور، يعني بما انه نحن بشهر رمضان هلا، شو هي اشياء الحالات اللي ممكن تجي على العياده؟ هلا اشياء الحالات، هي الحالات الاسعافيه طبعا، اشياء الحالات هذه انه احنا عندنا حالات اسعافيه، اكيد ما حيجي واحد هلا يقول والله بدي اعمل تجميل اسنان او ابتسامه اسنان او شيء، بده يجي لعندي دكتور موجوع صار لي يومين ثلاثه ما نمت، ما عاد كان ضرسي على اي نوع مسكن. هذا هو الحالات الاسعافيه، حالات خراجات، حالات التهاب عصب حاده، ممكن كمان هلا بال10 ايام الاخيره من رمضان بصير في موضوع كمان تنظيف الاسنان واللثه وهيك، انه يعني بده يطلع بحل جديده تمام، على العيد. على العيد. أكيد دكتور، يعني بعض النصائح والإرشادات للمحافظة على صحة الفم والأسنان بشكل سليم. نرجع نقول اول شيء عندنا الوقايه، الوقايه طبعا بتتضمن تفريش الاسنان بشكل جيد، اذا هلا طبعا في بعض القناعات كمان ممكن مريض يقتنع انه والله انه اذا فرشت اسناني ممكن يكون مفطر هذا الشيء. هلا احنا باعتقادنا او باللي عرفناه احنا انه تفريش الاسنان ما من العوامل المفطره. الشغله الثانيه ممكن اذا هو عنده هاي القناعه بتفرشي اسنانك على السحور وعلى الافطار، بعد الافطار كثير منيح، يعني مرتين باليوم جيد يعني يعتبر الوضع. ثاني شغله موضوع السوائل، بده يحاول انه ياخذ سوائل خلال فتره ما بين السحور والفطور، ياخذ سوائل بشكل متقطع وياخذ كميات منيحة. تمام، تمام، أكيد. وعندنا مثلا موضوع فواكه وخضار كمان كتير منيح، كمان بيساعد على انه استمرارية وجود سوائل بالجسم. أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع. بدي أتشكرك على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها دكتور حسين عبد الكريم، حضرتك اختصاصي بطب الفم والأسنان. شكرا جزيلا، بتمنى لك بقية رمضان سعيد. خلينا ياكم يا رب، وإن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير والسعادة والصحة، أهم شيء اللي هي النعمة الأكبر من رب العالمين علينا، إن شاء الله. الله يديمها علينا وعلى كل الناس، وإن شاء الله يا رب ما بيحل العيد إلا ويكون أمور الناس كلها تكون مفرجة وسوريا بخير دائما، والله يفرج عليها علينا وعلى العباد وعلى شكرا، كل الناس. رمضان أكيد. كريم إن شاء الله، شكرا لكم على الاستضافة شكرا الجميلة. لك. مشاهدينا، لرمضان طقوس خاصة تختلف عن باقي أيام السنة، وتشمل هذه الطقوس تناول بعض الأطعمة أو الحلويات أو حتى بعض العصائر، ولعل أحد أبرز ضيوف موائد الشهر الكريم التمر الذي يعتمده البعض في بداية وجبة الإفطار، لما له من فوائد صحية وكتعويض عن بعض الحلويات الدسمة عالية الدهون والسعرات الحرارية. المزيد عن فوائد التمر في هذا التقرير. التمر فاكهة مغذية ومفيدة، فهو يعطي الجسم دفعة كبيرة من الطاقة بمحتواه من السكريات سريعة الامتصاص، ويشبه محتوى السكريات الحرارية في التمر محتوى الفواكه المجففة الأخرى مثل الزبيب والتين، كما أنه يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف. ويوفر التمر عدداً من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب والسكري. وأظهرت دراسات حديثة أن تناول التمر يحسن وظائف المخ، وبالتالي يقلل الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان، كما يساهم بالمحافظة على صحة القلب. ويعد التمر محلاً طبيعي وبديل صحي للسكر الأبيض، يمكن استخدامه بالعديد من الأطباق لا سيما الحلويات.
وعلى الرغم من أن جسمك يمكنه هضم الطعام متى احتجت إليه، فهناك بعض الحالات التي لا يكون فيها تناول التمر الفكرة الأفضل، مثل المرضى الذين يعانون من متلازمة الكولون العصبي، حيث يسبب لهم التمر انتفاخاً واضطراباً في المعدة. كما يعاني بعض الأشخاص من حساسية التمر النادرة. ولأن التمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهو يستغرق وقتاً أطول في الهضم، ونتيجة لذلك فإن تناول عدد كبير من التمر بعد وجبة كبيرة قد يجعلك تشعر بالشبع الشديد وعدم الراحة. لذلك يفضل أخذ بضع حبات منه قبل الطعام. مشاهدينا، يحتاج الجسم بعد فترة صيام طويلة إلى كميات جيدة من السوائل لتعويض النقص الحاصل خلال ساعات النهار، فما هي الكمية اللازمة لذلك، وهل ينحصر الأمر بشرب الماء أم تبقى من عصائر؟ هذا ما نتعرف إليه من اختصاصية التغذية رغداء جبري. أهلا وسهلا فيك يا سيدة، وقتك رمضان كريم. ونحن عم نحكي عن شهر رمضان الكريم، نعرف نحن فترة الصيام تكون طويلة لساعات طويلة، فهون يمكن الجسم بيعاني من نقص كبير بالمياه والسوائل ويتعرض للجفاف. خلينا بالبداية نحكي عن أهمية المياه لجسم الإنسان. هلا معروف أهمية المياه من زمان، نحن بنحكي عليها برمضان غير رمضان، نحن بحاجة سوائل دائما للجسم. يعني حيسبب لي أمراض كثيرة، نقص المياه حيسبب لي مشاكل بجهاز الهضمي. أغلب الناس اللي عندها أمساك بتكون هي ما بتستهلك مياه بكمية كافية. في ناس تنسى على فكرة تنسى. أنه تتناول مجرد ما أخذت أي شيء تاكله بتنسى، أو أي شيء شربته بتنسى المي. أمراض الكلى، أو مو شرط أنه يكون في مرض بحد ذاته للكلية، بس هو بصير ترسبات بالمثانة، ممكن تعمل لي حصوات بالمثانة أو بالكلية، وبالتالي حأخسر الكلية شوي شوي. جفاف البشرة، جفاف الشعر، وحتى الأكسجين بالدم ما حيكون بشكل كافي واصل، يعني بالشكل النظامي. فلهيك في عنا كتير أمراض نحن ممكن إنه نتعرض لها بنقص السوائل بالجسم. تمام، يعني معلومة يمكن الأغلب بيحكي عنها، وهي إنه الإنسان ما عنده حاسة شعور بالعطش، هذا الشيء صحيح؟ لا، هو موجودة بس نحن فعلناها بغير، يعني نحن برمجنا دماغنا بغير قصة. يعني في كتير ناس بيجي شعور أنا جاء على بالي أكل شيء، أنا جاء على ما بعرف إنه في شيء لازم أعمله أكله. يعني ما بتذكر هو التنبيه عشان. هو التنبيه، يعني جسم الإنسان ذكي بيعطيني إنه هو لازم يشرب مي، بس نحن مبرمجينه باعتبار نحن كل شوي ممكن نتنقرش شيء. فأغلب اللي عندهم زيادة وزن بيعانوا من هالقصة، بس بقول لهم إنه يشغلوا الوعي عندهم أكثر. فأنا وقت بيجيني هذا الشعور وأنا فعلا آكل ويعني لسه ما حلوا الأكل ينهضم وأنا أشعر بالجوع، فهو شعور العطش بس نحن مبرمجينه. يعني مجرد ما أنا شربت كاسة مي 5 دقائق راح هذا الشعور نهائيا، وما عاد حس حالي اني جوعان او بحاجة اكل شيء. تمام، يعني دراسات اختلفت بصراحة، وخاصة لتحديد كمية الماء اللي بيحتاجها جسم الانسان بشكل يومي. يعني اقرب دراسة للواقعية هي ما فينا نقول لك الانسان تراح وقسم الوزن، فنحن وسطيا خلينا نقول من 8 كاسات ل10 كاسات يوميا بالحالات الشتاء. نحن عم نحكي يعني في ناس بتقول لك انا بالشتاء بوصل لكاسه واحده، فهذا حرام، يعني عن جد دمار. وسطيا بالشتاء نحن من 8 إلى 10 كاسات، كل ما زادت درجات الحراره كل ما انا بحاجه اشرب. طبعا شربت زياده هذا اكيد ما حيضرني، بس وقت بشرب بالنقصان هو اكيد حيضرني، لانه انا عندي هذا الشعور وانا ما لبيته
8 كاسات اجباري هي لازم اخذها. حتى الاطفال يعني بكثير الاهالي بينسوا انه ياكدوا عليهم انت شربت اليوم مي، خصوصي هلا فتره صيام، وفي تماما. اطفال ممكن تبلش من 10 سنين تصوم، عم تنزل عن المدرسه، عم يصير جهد، هلا بلش هذا الاسبوع شوب شوي، فكمان التعرق حيزيد الاملاح بجسمي، او يعني حيصير نقص. الصوديوم عالي، فانا حاشعر اكثر بالعطش وحاحتاج احتياجي للسوائل اكثر. طيب من هون بتلاحظي انه كثير اشخاص بينشف الجلد، وخاصه بفصل الشتاء، يعني بتحس بجفاف بجسمها، هذا الشيء ايضا يعني تابع لنقص المياه. هلا هو سببه نقص المياه وسببه الجو العام، يعني بيكون فترة نسبة الرطوبة بالجو هي اللي بتأثر أكثر. يعني هلا فترة انتي لاحظي الربيع والخريف تبدل الفصول، بتلاقي بصير الجلد كتير ناشف لبين ما يتعدل الجو، نسبة الرطوبة بالجو، حتى انه الجسم يرجع لطبيعته ويرجع انه ما في عنده هذا النقص. بس شرب المياه انا حيخفف لي هاي الاعراض، اني انا اشرب كمية مناسبة، مع طبعا اني انا اخد الباقي من الخضار والفواكه، حيعطيني الفيتامينات وحيعطيني السوائل الموجودة طيب فيهم. للصائم يعني مباشرة بيبدأ بالإفطار بكأس من تمام. الماء، وهون ببلش بقى يمكن يتناول المشروبات والأطعمة، لكن في البعض أحيانا فعلا هو بينسى بقى يشرب مي نهائيا، بيقول لك أنا بعوضها بسوائل أخرى، بسوائل هذا الشيء صحيح ولا هلا لا؟ بيعوض فعلا الجسم؟ لا اكيد ما بيعوض، بس هي المشكله الاكبر مو اني انا بعدين انسى حالي، لا في مشكله انه في ناس بتبلش فطوره على العصائر، يعني هي كارثه، رغم انه نحن هلا لسه ما كان هذا الشوب اني انا احس تماما حالي كثير انه عطشان طول عطشان. النهار، بس اني بلش شرب يعني بدال ما اشرب مي اشرب سوائل او عصائر، هي كارثه بالنسبه للجسم، فاجئنا الجسم بكمية مشروبات سكريات سكريات كبيرة، عالية. رفعنا مستوى السكر بالدم. بالعكس يعني هي عملت لي أخطار تانية، حتى لو كان طبيعي، يعني لو المشروب طبيعي نحن بمشكلة هون، وقت بيكون صناعي هون فعلا دمار للجسم، يعني مثل انتي وقت بيكون شيء خام خلينا نقول، وفتنا فورا حطينا له مواد كيماوية تمام، وسكريات، صدمة للجسم تماما. صدمة، وهي أخطار تانية يعني طب كمان حنفوت إذا فيها. رحنا للسكر الطبيعي الموجود بالمشروبات الأخرى، إن كان التمر الهندي أو حتى عرق السوس تمام. أو التمر بشكل عام، هذا الشيء هو مضر لجسم الإنسان إن كان تناوله يعني بكميات لا كبيرة؟ المشروبات الطبيعية هي شيء جيد، وخصوصي في فصل طب عرق الصيف السوس دائما بيقولوا إنه هو رافع للضغط، هذا الشيء مظبوط للناس ولا اللي لا؟ عندهم ضغط، اللي عندهم ضغط اما الناس الطبيعيين طبيعيين العادي لا، بس كمان الاسراف باي شيء كمان يعني بيقلب. حيرفع لي مستوى الصوديوم تمام. بالجسم، حيصير عندي ارتفاع بالضغط لو بسيط مؤقت ما له مرضي. بس مريض الضغط نحن كثير بننتبه، مريض الضغط ومريض الكليه، انه العرق سوس هو كثير ماده يعني لازم يبعد عنها. بالنسبة للتمر الهندي هو شيء جيد ومشروب، يعني نحن عنا فلكلوري خلينا نقول، بس المشكلة وين اني انا وقت عم بيجي حلي، يعني نحن اغلب الناس بتحلي التمر الهندي تمام. بالسكر العادي، فنحن مشان نكون هذا المشروب صحي وجيد بالنسبة لي بدي احط له بدائل السكر، يعني ممكن نجيب من الصيدليات او من اي مكان الاستيفيا، او فينا نجيب سكر الفواكه، هذا ممكن نحلي فيه لاضغاط شوي عن موضوع السكريات اني انا اتناولها بشهر رمضان. هلا فيني يبدل دائما، يعني في عصائر اني انا ممكن اني اخذها وما تضرني. عصير الفواكه نحن اجى رمضان هاي السنه بوقت انه كل الفواكه موجوده، البرتقال موجود، الجريفون، الليمون، حتى تمام، يعني فينا الفريز، نحصل عليهم من يعني ما في داعي الفواكه الطبيعية. من الطبيعيه، وبما ان الفواكه هي اصلا يعني فيها سكر طبيعي، انا ما في داعي انا اضيف لها سكريات اضافيه، اني اضيف لها سكر المكرر، يعني خليني اخذ فوائدها كامله مثل ما بنحكي. في عنا مثلا نحن مشروب البولو، اغلب هلا الشباب وهذا الجيل بيحبوا الليمون ونعناع،
كمان كتير جيد، وكتير حتى للناس اللي عاملة دايت نحن بنقول لهم كتير مشروب جيد وما في سعرات حرارية تقريبا. بس كمان أنا بدي حليه مثل ما حكينا ببدائل السكر، يعني بدي أشرب مشروبات استعيد عن السكر تماما. صناعي بسكر طبيعي. طيب انتبهتي انه في كثير اشخاص فعلا يعني بيتناولوا سوائل ان كان متسي او حتى قهوه عصائر مثل ما قلنا بكميات كثير كبيره خلال فتره ما بين الافطار حتى السحور، هذا الشيء مفيد للجسم ولا لا؟ في منه اضرار، له اضرار معينه، وكيف شو هي الكميه المناسبه فعلا لحتى ما يسبب اي اذى للجسم؟ هلا نحن الاضرار بنحكي حسب الماده اللي عم نشربها. اشرق بس نحن ما نخلط انه نحن 8 كاسات مي ما لها علاقه بالمشروبات بالسوائل اللي بنشربها، الثانية تماما. يعني هي 8 كاسات 8 كاسات، انا بشرب كاسه بعدها او ما بشرب او بشرب 20 حسب الماده بنحكي باضرارها. بس لازم انا امن على ال 8 كاسات انه هدول انا هدول فات مي صافي علي. اي شيء بنضيفه للمي هي نقصت لي كثير من الشوارد اللي فيها او غيرت لي بصفاتها، فلهيك انا ما فيني احسبها انه انا فاتت سوائل كأنا اغسل كليه وفيد الدم وفيد الشعر وفيد البشره. لا، السوائل الثانيه لحال. طيب المشروبات مثلا، في ناس كثير بتقول لك انا ممكن انا خلص من الفطور للسحور انا بشرب متة او بشرب قهوة. هلا القهوة دائما نحن بنقول حتى المتة نسبة كافيين كثير كثير تمام. عالية اكثر من القهوة والشاي. في إلى اضرارها اكيد اذا كمان زادت عن حدها، يعني انا بحدود 3 4 كاسات باليوم، انا هذا حدي باليوم، نحن عم نحكي مو كمان يعني الا الناس اللي بتضل سهرانه للسحور. هاي الكافيين كافيه جدا اني اخذها، انا فوق هاي الكميه حيعمل لي ترسبات، ترسبات المته هي يعني نحن قد ما نقول المته هي مضره للبول وهي فيها مواد كثير جيده، بس بنفس الوقت هي ممكن كترتها تعمل لي ترسبات بالمثانه او الكليه. القهوة نفس الشيء، كترتها ممكن ترفع لي الضغط الشرياني، ممكن تعمل لي مشاكل بالقلب إذا أنا أو الموضوع الأعصاب أكثر، حتى بتلاقي في عندهم أمراض عصبية أو تعصيب مفرط حتى ممكن نقول. فدائما الوسطية بكل شيء والنوع، يعني مثلا أنا فنجان فنجانين قهوة بكفي، أنا شربت قهوة ما في داعي للمتة أو العكس. نقي بقى مشروبات تانية ممكن آخذها، يعني نحن في مشروبات ساخنة ممكن اني استفيد منها واستفيد من فوائدها الكبيرة. مثلا هلأ كمان توقيت وقت البابونج، البابونج مادة كتير كتير رائعة، يعني هي صيدلية بحد ذاتها تماما. باعتبار هلأ صار، يعني صار وقته موسم. ونحن بناخده بموسمه بدون تيبيس، هو حتى يابس هو جيد، بس هلأ اكيد اكتر فوائده للجهاز الهضمي للكولون للبشرة للشعر، هو مادة مضاد التهاب شامل تماما. جيد جدا. فنحن عم ناخده ونعود اولادنا عليه. ممكن نشرب اليانسون للناس اللي عندها ارق، الناس اللي عندها تعصيب مفرط، اللي عندها مشاكل كولون. الكمون والليمون ممكن انا اشرب مثل ما حكينا النعناع الاخضر. يعني نحن كسوريا الحمد لله عندنا كثير طبيعتنا والتربه تبعنا بتحمل خضار وفواكه واعشاب كثير حلوه يمكن باقي البلدان ما نلاقيها. تمام. ونفس الوقت نحن كمان كمواد نحن ما لا مثلا مثل اي بلد بتروحي مثلا بيقول لك الفواكه ما لها طعم، الحشائش ما لها طعم، ما في طعم، مثلا الطرخوم النعناع هو ما في نكهه ما في طعم، نحن الحمد لله لهلا موجوده هي القصص وحتى بتغنوا فيها. تماما. فعندنا حشائش، عندنا يعني مواد طبيعيه كثير ممكن نحن نستعملها. نعود حالنا، نعود اطفالنا انه مو دائما الشيء مصنع، الشيء اللي بنشتريه من السوبر ماركت اللي لازم انا اخده، لا خلي كل شيء عندي بالبيت انا صنعه، حتى العصائر الطبيعيه باللون نحن نساويها ببيتنا، ليش نجيبها جاهزه؟
يعني نعود دائما الناس او الاطفال انه نحن نحافظ على هذا الشيء لحتى احافظ على صحتي. تمام. طب في بعض يعني الاكلات او حتى الخضار والفواكه بيعودوا للسوائل، يمكن في منهم بيعودوا ولا كل لا؟ نسبه الفواكه والخضار فيها نسبه مياه عاليه. تمام. بس مثلا في ناس بتقلك انا عندي مشكله احتباس سوائل، شو ممكن اخذ شيء طبيعي يعمل لي اضرار للبول حتى اني انا اتفادى هذا الموضوع؟ فنحن في عنا التفاح هو مدر للبول، الخيار مدر جدا للبول، يعني هي من الخضار والفواكه اللي الغنية بالسوائل. في عنا هلا شوية تانية كمان بالصيف أكثر بتنزل القتة، نحن بنسميها بالشام، ما بعرف باقي المحافظات أو باقي البلدان شو اسمها، أو العجور حتى كمان غني بالسوائل. في عنا نبتة الكرفس، أنا ممكن استعملها بسلطة، ساويها شوربة بما أنه الدنيا رمضان، أكلها هيك طبيعي. هي كلها مواد غنية بالسوائل، متى مثل ما حكينا، بالإضافة لشرب المياه هو حيطرح لي المياه الزايدة. يعني في ناس بتفكر أنا عندي احتباس سوائل فما فيني أشرب مي، فهن كاعتقادهم انه انا شربت المي فاحتبس بالجسم فضل هذا الاحتباس. هي لا، العمليه غلط كلها. انا شربت المي بالعكس شغلت الكليه بشكل اكبر، طرحت لي هالسوائل من جسمي. تمام. ايضا يعني اذا رحنا للاطعمه اللي بتزيد من حاجه الانسان لتناول المياه، بتعرفي وخاصه بالصيام، يعني عند السحور او حتى من خلال تناول وجبه الافطار بيتناولوها وبيحسوا خلال النهار الثاني في عطش، عطش كثير كبير. شو هي الاكلات اللي فعلا بتزيد العطش؟ الملح بحد ذاته، يعني اي اكله هي ملحه ظاهر، او في ناس متعوده انها ترش الملح. اكلات الحد، الاكلات اللي فيها بهارات، فهي هي دائما حتحفز على العطش اكثر. المواد الدسمه او المقليه العاليه، وخصوصي فتره السحور، يعني نحن دائما بننصح فتره السحور يكون سحور شوي خفيف ما يكون هي كميه الدسم. اذا انا ما باكل كثير على الفطور مواد دسمه واني انا ازعج حالي لاني ما بحسن اكل فورا، فخلي هي الوجبه الدسمه تكون بكير. يعني مثلا الساعه 12 انا اكلت الوجبه الدسمه، مو الساعه 3 و4 الصبح اني انا عم باكل طبخ، انا عم باكل شغلات فيها قلي، فيها طبيعي جدا انه حيضل يشعر الانسان طول النهار ثاني يوم انه انا بحاجه سوائل، بحاجة سوائل. في هون بتلاحظي يعني امور يعني شوي هيك مضحكه، انه الاشخاص بيحاولوا يخزنوا مي، يعني خلال السحور قبل الاذان بيشربوا كميات كثير كبيره على اساس انه يحتفظوا فيها خلال النهار او ما يشعروا بالعطش. هذا الشيء ما بيكون في ضرر على الكلية؟ هلا المشكلة انه هن حيلاحظوا لحالهم الجواب عن هالسؤال. الكلية مجرد ما اجاها كمية مفاجأة كبيرة هي اكيد ما حتخزنها، يعني في كمية مناسبة للمسانة لازم تنملى، فانا شربت هالكمية انملت المسانة، الكلية بدها تشتغل بدها تطرحها. فهن بتلاقيهم يعني بعد السحور فترة الساعتين هن ما بيناموا، هن امين راجعين على الحمام، لا انه خلص الكلية عم تطرحهم. فانا بالعكس خليت الكلية تشتغل بشكل اسرع وجهدتها بشكل اسرع، انا هيك حاعطش اكثر. يعني دائما نحن نوزع هي الكميات تبع المي اللي بدي اشربها، خلص قبل الاذان بشوي شربت كاسة مي بتكفي، ما عاد في داعي انا طول الناس كم ساعة متواصلة انا عم بشرب اشرب. هي حتطرحهم الكلية بالنهاية، وبالعكس جهدته وخليت حالي اعطش اكثر ثاني يوم. طيب لاحظي بعض الاشخاص ما بيقدروا يصوموا لانهم هم بحاجه دائما لشرب السوائل خلال النهار، يعني مثلا كل خمس دقائق او فتره معينه قصيره بيتناولوا مشروبات سائله او حتى ان كانت مي. هذا الشيء كجسم طبيعي بيكون ولا لا؟ في هو انذار ايضا لامراض موجوده؟ بيكون في امراض معينه هي يعني اذا ما كانت ظاهره 100% فهي حتظهر بالمستقبل. اي انسان بشكل الطبيعي انه هو بحاجه مي، خلينا نقول كل ساعه او كل ساعتين بحاجه كاسه مي اذا جسمي متوازن، بس انا ممكن عندي طاقه اني اصبر هال 14 ساعه واكون بدون مي.
بس في امراض كثير مثلا مثل مرضى السكري، مرضى السكري بتحسي بيحسوا دائما بعطش كثير كبير لدرجه انه مستحيل يحسوا يعدوا. يعني في اشخاص بتحسن في حسب كيف مستوى المرض عنده. تماما. في ناس مثلا عندها شقيقه، يعني نحن كنا نتفاجأ انه شقيقه ايه يعني ما يصوم. بالنهايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني هو بالنهايه ما بدنا نصوم بس عن الاكل والشرب. فانا اذا ما بحسن صوم والدكتور هو اقر هذا الشيء، شاف الحاله ما في داعي للصيام. يعني مثلا مثل مرضى الشقيقه انه هن بحاجه سوائل كبيره، لانه هن بيكون يعني ضخ الدم عندهم بشكل اكبر بنوبات الشقيقه، نقصت السوائل عندهم فهن يشعروا بالنوبات اكثر بفتره الصيام. في ناس ممكن تكون تعاني جدا من هي الحاله، وممكن انه انا صبرت بس في حالات كثير متفاقمه ممكن توصلني لمشاكل اكبر. مرضى القلب نفس الشيء، مرضى الكليه نحن هدول بنقول لهم لا ارجوكم لا تصوموا. يعني مو اي مرض كلي، يعني مثلا انا عندي مشكله بسيطه بالكليه بقول لا انا مريضه كليه خلص ما حصوم، لا هو الطبيب اللي بيحدد هذا الشيء. مريض الكليه غالبا 90% ما بيحصل يصوم، وخصوصي طبعا غسيل الكليه قولا واحدا. الناس اللي بتكون جسمها بيكون على قله السوائل الحصوات والبلورات بالمثانه او بالكليه، هدول لا اكيد نحن بنقول لهم لا تصوموا لانه انتم حتاذوا حالكم بالاخير، هذا العضو حيتخرش حيصير في مشاكل، لا اكيد لا يصوموا. طيب اذا بدنا نروح لنصائح مفيده للصائمين لحتى فعلا يقدروا يكملوا هاي الايام الفضيله ما تبقى من شهر رمضان، شو ممكن احنا نقدم لهم؟ هلا دائما التوازن بكل شيء، الوسطيه بكل شيء. انا امن بالنسبه للمي، نحن كنا عم نحكي امن على 8 كاسات مي وبعدها اشرب اللي بدي اشربه، ما عندي مشكله. عم بتزيد درجات الحراره فانا بدي زيد عدد كاسات المي. دائما اربطوا بين الاستقلاب والمي، كثير شغله اساسيه. يعني في ناس مثلا بتعمل رجيمات بتقول لك انا ما عم ينزل وزني، يعني انا عملت كل جهدي ما عم ينزل، انا فورا ببين معي انه هي ما بتشرب. قديش شربان امبارح او بهذا الاسبوع؟ كاستين ثلاثه ما عطشت، انا ما بدي اياك تعطشي، لا تعطشي. طيب بنسى، احط على منبه على موبايلي انه انا كل نص ساعه او كل ساعه لازم اشرب كاسه مي عشان اتفادى هالمشكله. حيفرق معهم كثير. الناس الرياضيين كمان لازم تعوضوا كثير من السوائل خلال الفتره بين المغرب وبين الافطار والسحور لنعوض هذا الشيء، وخصوصي في هلا ناس مثلا بدها تخفف وزنها عم تلعب رياضه شوي قبل عند فتره العصر. كمان نقول لهم طولوا بالكم، يعني عوضوا قد ما فيكم المساء بعد الافطار. الموز على السحور ممكن يخفف لي من شعور العطش، يعني انا تباكل موزه هي حتخلي تحافظ بجسمي على البوتاسيوم والصوديوم، حتعمل مثل الموازنه حتاخر لي كثير موضوع العطش. كمان بنصحهم بتناول موزه على فتره السحور. أكيد بدنا الصحة والسلامة للجميع. وبدي أتشكرك اختصاصية التغذية اليوم اللي كنتي معنا رغداء جبري، شكرا جزيلا، بتمنى لك بقية شهر رمضان كريم إن شاء الله يا رب علينا وعليكم، وهيك نتمنى الصحة دائما للجميع. شكرا جزيلا مشاهدينا لحسن المتابعة، نلقاكم بحلقات جديدة، إلى اللقاء.